اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه متن الخبر لهذا اليوم نطالع فيها مجموعه من المقالات التي جاءت في الصحف العالميه والعربيه والمحليه. والبدايه مشاهدينا من الصحف المحليه وصحيفه الحياه الجديده التي كتبت حول التضامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فعنونت الحياه الجديده في افتتاحيتها اليوم العالمي لفلسطين فهنا تقول مشاهدين الحياة الجديدة في سبعينيات القرن الماضي أقرت الأمم المتحدة يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبهدف التذكير بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني ولا شك أن هذا اليوم وقد أضحى راشدا فقد تجاوز عمره الأربعين عاما بات بحاجه في هذا العام تحديدا لان يعبر عن رشده على نحو شجاع وحكيم بان يكون اكثر من مناسبه احتفاليه بكلمات نثمنها دائما فالحقوق الاساسيه لشعبنا ومجمل قضيته الوطنيه تتعرض في هذه المرحله الى اخطر محاولات التصفيه التي يقودها ترامب الصهيوني وهذا يعني بل ويفرض ان يتحرك التضامن العالمي نحو مشاركه شعبنا بقيادته الشرعيه والتصدي لهذه المحاولات لاجهاضها والسير نحو عمليه سلام ممكنة. لم تعد الحقوق الاساسية لشعبنا موضع شك او بحث في المجتمع الدولي وفلسطين دولة في الامم المتحدة اليوم وان كانت غير كاملة العضوية لكنها حاضرة وبقوة في هذا الاطار الاممي بما يعني ان عدالة القضية الفلسطينية بحقوقها كافة باتت من البديهات في وعي المجتمع الدولي، ولم يتحقق ذلك بالطبع نتيجه عطف هذا المجتمع وصحوه ضميره، وانما بتضحيات شعبنا العظيمه في مسيرته الحره تحت رايه منظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد التي جعلت من الحراك السياسي النضالي الذي تقوده الشرعيه الفلسطينيه الوطنيه والدستوريه حراكا فعالا ومثمرا جاء بفلسطين الى الامم المتحده ونحتاج بلا اي مكابره تقول الحياه ولا اي تهرب من الواقع الى ان نقف مع انفسنا اكثر بدحر الانقسام البغيض وتحقيق ارقى واجدى اشكال الوحده الوطنيه دون اي تحزبات وولاءات خارجية وتمويلات خبيثة التي ما زالت تحدث وتعمل بما لا تريد مسيرة الحرية الفلسطينية وهي تمشي في دروب مشروعها التحرري نقف مع انفسنا بالوحدة والتآلف فنكون أقوى مشاهدين أذن هذا ما جاء في افتتاحية الحياة الجديدة ونبقى في السياق ذاته مشاهدين الأعزاء واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولكن من صحيفة القدس التي كتبت مقالا أيضا تحت عنوان اليوم العالمي عفوا تقرير تحت عنوان اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا فرصة لإيقاظ العالم من سباته فتقول القدس تحتفل اليوم الامم المتحده باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالا بهذه المناسبة وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنظيم وعقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية ونقرأ أيضا وفي رسالة أصدرها بهذه المناسبة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش يقام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت يشهد مزيدا من الاضطراب والمعاناة الشديدة ويواجه الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير والاستقلال وحياة كريمة عقبات عديدة منها استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية والعنف المستمر والتحريض واستمرار بناء المستوطنات وتوسيعها والغموض الشديد بشان عمليه السلام وتدهور الاوضاع الانسانيه والاقتصاديه لا سيما في قطاع غزه واضاف ايضا توفر وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الاونروا خدمات لا غنى عنها ونحتاج الى وتحتاج هي الى دعمنا الكامل وختم رسالته نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يقول كوتيرش ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتذكير العالم أجمع بالمآسي والظلم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني من قتل وتهجير وسلب للحقوق حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها إذا مشاهدينا كان هذا التقرير حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من صحيفة القدس وإلى صحيفة الأيام وفي سياق آخر اخترنا لكم هذا المقال بقلم عبد المجيد سوالم تحت عنوان لكي لا تكون فلسطين قربانا وهنا يقول الكاتب مشاهدينا في مقاله منذ مجيء الاداره الامريكيه الجديده بل ومنذ الحمله الانتخابيه التي جاءت بالرئيس الامريكي دونالد ترامب الى سده حكم البيت الابيض كان هناك توجهات واضحه نحو حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في اطار اقليمي ويضيف الكاتب وعندما اكتشفت الاداره الامريكيه ان الموقف الفلسطيني مستعد للذهاب الى ابعد الحدود واقصاها في مواجهه هذه التوجهات الامريكيه فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينيه تحديدا بدات هذه الاداره بمرحله جديده من هذا التهور وهو تهور ما زال ما زال عفوا في اطار المحسوب وما زال في اطار المراهنه على اجبار القياده الفلسطينيه على التراجع بدلا من تراجع الاداره الامريكيه. اغلب الظن هنا ان اسرائيل ومن اجل المحافظه على مكتسب الاعتراف بالقدس عاصمه لها يقول الكاتب ونقل السفاره الامريكيه اليها استعاضت عن قيام الحلف الجديد والاعلان الرسمي عنه باعترافات جديده وعمليات تنسيق امني وعسكري مع بعض البلدان العربيه يتم المزيد من ترويض الاجواء يقول الكاتب وبالرغم من أن هذه المحاولة ما زالت مستمرة وهي تلقى استجابات كلية أو جزئية مباشرة أو غير مباشرة من قبل طيارات بعينها داخل حركة حماس وغيرها إلا أن النجاح هنا ما زال محدودا للغاية وما زالت هذه المسألة بالذات بعيدة عن التبلور التام لأسباب داخلية إسرائيلية وأخرى إقليمية وبالأساس لأسباب فلسطينية مانعة حتى الآن لكن مقابل هذه الموانع هناك الكثير من الهرولة وهناك المزيد من اداره الظهر للفلسطينيين وهناك الكثيرون ممن ينتظرون الدخول في سباق هذه الهروله ويختم الكاتب ما يمنع هذه الهروله هو الموقف الفلسطيني وصلابته وثباته ووضوحه وصراحته التي لا تقبل انصاف المواقف وتعدد الوجوه ومجالات التاويل. مشاهدينا جولتنا في الصحف المحليه انتهت فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا. بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدينا نبدأها من صحيفة الخليج واخترنا لكم هذا المقال والذي جاء تحت عنوان ترامب والسترات الصفراء ونقرأ في متن هذا المقال يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر المهتمين باحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا والتي تحولت إلى ظاهرة ربما تجتاح معظم القارة الأوروبية سعيا لاستغلالها في ممارسه المزيد من الضغوط على فرنسا والاتحاد الاوروبي بشان التجاره والنفقات العسكريه مقابل الحمايه العسكريه التي توفرها الولايات المتحده. في نبره لا تخلو من الشماته يقول الكاتب يوجه ترامب كلامه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالقول انه يتابع عن كثب تظاهرات السترات الصفراء. معتبرا ان هذه التظاهرات الكبرى والعنيفه في فرنسا لا تاخذ في الاعتبار الى اي مدى عُملت الولايات المتحده بشكل سيء من قبل الاتحاد الاوروبي حول التجاره او حول نفقاتها العادله والمنطقيه لضمان الحمايه العسكريه، ويضيف علينا معالجه هذين الموضوعين قريبا وفقا لما قال ترامب حول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وبالعوده الى حركه السترات الصفراء فهي تبدو احتجاجات شعبيه شبه عفويه غير مرتبطه لا باليمين ولا باليسار وان كان كلا الطرفين يحاول ركوب الموجه والتاثير فيها بما يخدم المصالح وهذا ما تحاول السلطات الرسميه الفرنسيه تصويره لكن الامر برمته يتعلق بمدى استجابه هذه السلطات للمطالب الشعبيه، ان قله من اليمين المتطرف تشارك في هذه الاحتجاجات يقول الكاتب، والحقيقه هي انها تظاهره ضخمه للشعب. المساله كما لخصتها احدى المتظاهرات يقول الكاتب لم نعد قادرين على العيش عندما ندفع ما يترتب علينا. اشعر بغضب كبير انهم يقودوننا الى الفقر. مشاهدينا والى صحيفه الشرق الاوسط وايضا اخترنا لكم هذا المقال والذي جاء بعنوان برزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد بقلم عدنان حسين، فيقول عدنان حسين في مقاله: لو كان رئيس الحكومة العراقية الحالية شخصاً آخر غير عادل عبد الهادي، لقد من الصعب تصور أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أخطر وأحد أزمة في العلاقات بين العاصمة الاتحادية بغداد وعاصمة إقليم كردستان العراق أربيل منذ عام 2003 على خلفية الاستفتاء الذي نظمه الإقليم في سبتمبر 2017 لمعرفة مدى بين الكرد لحق تقرير المصير وتداعياته التي افضت الى ما يشبه بالقطيعه بين اكبر الاحزاب الكرديه وحكومه بغداد ومعظم القوى السياسيه المتنفذه في البلاد على مدى سنه كامله كلا الطرفين في بغداد واربيل استثمر في واقع ان لعبد المهدي علاقه وثيقه مع الاحزاب الكرديه وبخاصه الديمقراطي الكردستاني تمتد الى وقت طويل قبل سقوط نظام صدام حسين في 2003 فهو مكث في الاقليم فتره من الزمن معارضا لنظام البعث بحمايه الحركه الكرديه وقوات البشمركه وبعد سقوط نظام صدام حسين عمل عبد المهدي مع زعماء الكرد عن قرب في بغداد في فترة مجلس الحكم وفي الدورات الحكومية اللاحقة من أجل إنشاء العملية السياسية القائمة الآن وتثبيتها ونقرأ أيضا في هذا المقال في التصريحات والتصريحات المقابلة يقول الكاتب أثناء لقاءات برزاني مع قادة القوى المتنفذة في بغداد تكررت كثيرا عبارة صفحة جديدة وبالفعل يمكن لهذه الزيارة أن تفتح صفحة جديدة في العلاقة بين بغداد وأربيل وفي تاريخ العراق المعاصر لكن هذا يتطلب الانتقال سريعا من النوايا الطيبة المعلن عنها من الطرفين إلى الأعمال الطيبة التي يتعين أن تجري على الأرض من الطرفين كليهما بكل تأكيد يقول هذا الكاتب مشاهدينا نبقى في الصحف العربية ومع شبكة مراسلين ونوافذ متن الخبر والبداية مع الصحف اللبنانية والزميلة هلا سلامه أهلا بك هلا أهلا بك رايا وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة على الصحف اللبنانية لهذا اليوم في خضم أزمته الحكومية التي ما زالت تواجه التعقيد والمخاوف من دخول الشارع يحيي لبنان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في اللواء نقرأ من نيمني مشروع القومية اليهودية يحشو الصراع بالديناميت والمتفجرات الدينية واصفا إقرار مشروع قانون القومية بأنه خطوة بالغة الخطورة ستعيد حشو طريق الصراع بالديناميت والمتفجرات الدينية والعقائدية مما يعني المزيد من حملات الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وشطب حقوق زهاء مليون ونصف مليون فلسطينية دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن نيمني مختلف المنظمات والجامعة العربية والدول الإسلامية إلى ادراك حجم خطر الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والشعوب العربيه وتقديم كل اشكال التضامن والدعم لتحقيق صموده على ارضه وبناء دولتها المستقله وعاصمتها القدس الشريفه، وعن يوم التضامن قال منيمني مني هذا يوم يعني للبنان الكثير ليس فقط بسبب وجود جزء من الشعب الفلسطيني على ارضنا، بل لانه يعبر عن اقتناعنا بنصره الشعب الفلسطيني ودعم نضاله العادل وحق عودته، وتابع منيمني مني التضامن مع الشعب الفلسطيني هو تضامن مع الذات في ظل ما يتردد عن خطط عدوانيه متجدده تستهدف في لبنان ومقوماته ويهدد أمن المنطقة وسلامها وننتقل إلى صحيفة النهار اليوم حياة أبو فاضل تستوحي عنوان مقالها من عنوان الفيلم الوثائقي هذه فلسطين الفيلم من إخراج الإيرلندي جون ماكولجان وإنتاج وكالة الإغاثة الإيرلندية ويحكي معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد المحتل الإسرائيلية وتقول أبو فاضل مئة عام حضارة بشرية تضم كل تناقضات كوكب بدأ يشكو هرما موازيا لهرم إنسانه الزائف الذي يجاهر بشعارات مثاليات كاذبة بكل لغات الأرض وعلى ألسنة الحكام والقادة عن السلام والعدل والحق وما على الأرض سوى الحروب والإبادة والدمار ونهب الثروات تتابع أبو فاضل نوقف صفر الأيادي لا نملك ما يغني عن فقدان متعة استكمال مسيرة البحث عن معنى الوجود الذي ما خطر لنا يوماً، فالإيمان السطحي بالأديان ظل بلا معرفة. مذ سرقت قديمها القبائل العبرية في مسيرتها. من شبه الجزيره العربيه قادمه نحونا، من هذا الباب دخلت اسرائيل وسرقت فلسطين، فهل نرى حولنا اليوم سوى بلداننا مهدمه؟ لقد فعل العرب ببلدانهم ما فعلته اسرائيل بفلسطين، واذا كنا ادوات تنفيذ مخططات خراب شامل تحمله الصهيونيه لنا ولكل شعوب الكوكب، فألف سلام على وعينا لأننا ما أدركنا أبعاد الدور اليهودية الذي تلعبه إسرائيل في عصر انحطاط شامل وننتقل مشاهدينا الى المجتمع الامريكي وسياسه ترامب العنصريه جرائم الحقد العنصري والديني ارتفعت بنسبه 17% العام الماضي، نقرا في النهار لهشام ملحم لغه ترامب وعنف اليمين، يقول ملحم خلال العقد الماضي لم تعد هناك اماكن عامه في امريكا تتمتع بالحصانه او الحرمه. كل الأماكن حتى دور الحضانة زارها العنف الدموية المدفوع بكراهية عنصرية كانت موجودة إنما في الخلفية وفي الأماكن الداكنة لكن الخطاب القومي للرئيس دونالد ترامب سمح لها بالخروج إلى العلن وهي حيث تتصرف الآن وكأنه شرعنها جرائم الحقد أدت إلى مقتل 13 أمريكيا الشهر الماضي أحد عشر منهم كانوا يصلون في كنيسة يهودية المتهم بالقاتل قال انه كان يريد الانتقام من اليهود الذين يساعدون لاجئين من امريكا الوسطى كانوا في قافلة في طريقها إلى الولايات المتحدة واعتبرها الرئيس ترامب غزوا للبلاد يتابع الكاتب لغة ترامب وشعاراتها المعادية للأقليات الاثنية والدينية وقراره بمنع دخول رعاية عدد من الدول المسلمة واستخدامه لغة عنصرية ضد اللاجئين من أمريكا اللاتينية وأفريقيا كلها تؤكد أن جرائم الحقد العنصري والدينية سوف تستمر في النمو والانتشار مشاهدينا كنا واياكم في جوله على بعض ما تناولته الصحف اللبنانيه لهذا اليوم انا اشكر طيب المتابعه وعوده اليك رايا شكرا لك هلا والى الصحف الاردنيه والزميله اروى حماد اهلا بك اروى شكرا لك رايا ونرحب بك وبمشاهدينا في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية والتي نستهلها مع الموضوع الأبرز وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي هذا الموضوع كتب كمال زكرنا في صحيفة الدستور مقالا تحت عنوان العالم يتضامن مع الشعب الفلسطيني. يقول الكاتب في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يركز المجتمع الدولي على تجديد دعمه وتاييده للحقوق الوطنيه الثابته والمشروعه للشعب الفلسطيني على ارض وطنه وخاصه حقه في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العوده والتعويض ويضيف الكاتب في هذا اليوم يستذكر العالم الظلم الكبير الذي يقع على الشعب الفلسطيني ويقر ويعترف مره اخرى بانه من حق هذا الشعب ان يقيم دولته المستقله على ترابه الوطني وان يعيش بحريه وكرامه مثل باقي شعوب الارض على هذا الكوكب وان يعود اللاجئون الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها ويجدد العالم اليوم التاكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وان الاحتلال الاخير في العالم يجب ان يزول عن الاراضي الفلسطينيه مشاهدينا نبقى في الشأن الفلسطيني ومع مقال للكاتب أسعد عبد الرحمن في صحيفة الرأي تحت عنوان القدس تركيبة ديمغرافية أيديولوجية سياسية يقول الكاتب تؤكد الأساليب التي اعتمدتها حملة موشي ليون الفائز برئاسة انتخابات بلدية القدس بتأييد قسم كبير من الحريديم وصهيونية دينية له وبالتالي تغلبه على منافسه مرشح العلمانيين بوركوفيتش وهذه الأساليب تؤكد ما ستواجهه القدس في عهده ويضيف الكاتب: فوز ليون جاء اثر تحالف جميع الخصوم في السياسه الاسرائيليه من اقصى اليمين العلماني ممثلا بحزب اسرائيل بيتنا بقياده ليبرمان الى اقصى اليمين الديني الاصولي ممثلا بحركه شاس وقد اعتبرت وسائل اعلام اسرائيليه نجاحه على انه فوز حلف محافظ وقومي يضم لحريديم والحريديم القوميين المتطرفين وقالت صحيفه هارتس ان مشاعر إحباط ويأس تسود الأوساط العلمانية التي ترى بفوز ليون تهديدا لنمط حياة غير الحريديم، وقالت صحيفة هارت إن مشاعر إحباط ويأس تسود الأوساط العلمانية التي ترى بفوز ليون تهديدا لنمط حياة غير الحريديم بل والحيز العام في القدس، لدرجة أن التقديرات تشير إلى هجرة مزيد من العلمانيين. ومن صحيفه الراي ننتقل معكم الى موضوع اخر في صحيفه الغد ومع مقال تحت عنوان الازمه الروسيه الاوكرانيه ومخاطر الحرب بقلم موسى شتاوي يشير الكاتب في مقاله الى الازمه العسكريه السياسيه الخطره التي تواجه روسيا واوكرانيا منذ العام 2014 بعدما صوتت جزيره القرم للانضمام لروسيا ويقول لا يمكن النظر لهذه الازمه بوصفها ازمه محليه بل هي ازمه دوليه بامتياز حلف الناتو والدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه تدعم اوكرانيا ضد روسيا في هذه الازمه وفرضت عقوبات اقتصاديه متعدده على موسكو بالرغم من محافظه بعض الدول على علاقات وديه مع روسيا ويضيف الكاتب الازمه الروسيه الاوكرانيه تنذر بتصاعد التوتر بين الدول الاوروبيه وروسيا وربما امريكا العديد من المراقبين حذروا من امكانيه نشوب حرب بين روسيا واوكرانيا تنجر اليها اوروبا في حال نشوبها ولكن البعض يجادل من ان هذه الازمه والموقف الاوروبي تسير باتجاه العوده الى الحرب البارده بين الغرب وروسيا ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافه الاردنيه قد انتهت ونعود إلى رايه. شكرا لك أروى مشاهدينا جولتنا في الصحف العربيه انتهت، فاصل ونستكمل ما تبقى من متن الخبر، ابقوا معنا. بكم من جديد والى جوله الصحف العالميه مشاهدين اخترنا لكم هذا المقال من صحيفه الواشنطن بوست والذي جاء حول تصريحات ترامب الذي شكك في التقرير الصادر عن حكومته الذي يحذر من التداعيات السلبيه الناتجه عن ظاهره التغيرات المناخيه قائلا ترامب انا لا اصدقه هذا التقرير المشاهدين الذي علق عليه ترامب اعدته 13 هيئه اتحاديه يوضح بالتفصيل كيف ان الضرر الناتج عن الاحترار العالمي يزداد حده في جميع انحاء البلاد تعليقات ترامب التي جاءت حول هذا التقرير والذي اوجد ان تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا لصحه الامريكيين فضلا عن الضرر الذي يسببه للبنيه التحتيه والاقتصاد والموارد الطبيعيه في البلاد النتائج لا لبس فيها تقول الواشنطن بوست عاجله ومقلقه على خلاف اداره ترامب التي ترى فيها عكس ذلك ومن بين التعليقات التي أوردها ترامب قال أنا والكثيرون مثلي من, من لديهم مستويات عالية من الذكاء لا نرى ذلك وأضاف بالنسبة إلى ما إذا كان ذلك من صنع الإنسان أم لا وما إذا كانت الآثار التي يتحدث عنها موجودة أم لا فأنا لا اراها وتعقب مشاهدين صحيفه الواشنطن بوست على ذلك لم يكن ترامب المسؤول الوحيد في الاداره الذي تجاهل التحذيرات المناخيه الاخيره للحكومه بل هناك عدد من المسؤولين في حكومته ايضا وكانت اكثر من 12 وكاله واداره حكوميه امريكيه حذرت من ان تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الامريكي مئات مليارات الدولارات بحلول نهايه هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحه الانسان الى البنيه التحتيه والانتاج الزراعي، ومع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات عالية فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية في بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن. هذا وكان ترامب مشاهدين قد انسحب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، كما أثار الشكوك مرارا حول علم تغير المناخ. اذا هذا مشاهدينا ما اخترناه لكم من صحيفه الواشنطن بوست والى صحيفه الجارديان مشاهدينا اخترنا لكم ما كتبته حول الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة فكتبت الجارديان لماذا تتعرض المرأة والنساء الإفريقيات لخطر العنف نيجيريا مثال على ذلك ومع إطلاق الأمم المتحدة لحملتها العالمية التي تستمر لستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر مشكلة عالمية تترك النساء في البلدان النابية أكثر عرضة للقطر. فقد أظهر تقرير للأمم المتحدة أن النساء في أفريقيا أكثر عرضة لخطر العنف، ففي نيجيريا مثلاً كان 23% من النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي وبينما لا يتم الإبلاغ عن العديد من حوادث العنف المنزلي تقول الجارديانا في بلد يبلغ عدد سكانه 194 مليون نسمة فإن هذه النسبة تترجم أن ملايين النساء يعانين من العنف الجسدي والجنسي ويشير التقرير أيضا أن الفقر يؤثر على الجنسين في إفريقيا إلا أنه يؤثر على النساء أكثر حيث أن 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما تعيش في فقر متقع لكل 100 رجل من نفس العمر، بالنسبة لمثل هؤلاء النساء تقول الجارديان تحتاج النساء النيجيريات إلى التمكين الاقتصادي لكنهن بحاجة أيضا إلى التمكين الثقافي وهذا لن يفيد المرأة. فحسب بل المجتمع ككل بما في ذلك على نحو مهم مستقبل اي مجتمع واطفاله ان القضاء على جميع اشكال الاساءه ضد المراه هو ما يعطي المصداقيه لمجتمعات الملتزمه حقا بحقوق الانسان والانسانيه. مشاهدينا اذا جولتنا في الصحف العالميه انتهت اما الان الى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفه القدس العربي لنتابع. المشاهدين انتهت حلقة متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعاية الله وإلى اللقاء